السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا أعزائي في هذه الحلقة. هل غطاء الوجه واجب أم محرم؟ أشار بعض الفقهاء والخلفاء في هذا الأمر. أعزائي، مسألة تغطية الوجه هو خلاف محدود للأسف، وجميعهم قالوا أنه يجب على المرأة تغطية وجهها إذا خافت من الفتنة، وكشف المرأة الشابة وجهها مصدر فتنة إلا إذا كانت المرأة كبيرة في السن أو قبيحة لا تميل إليها النفوس، على حسب ما ورد من دار الإفتاء المصرية. أتمنى أعزائي بأن وصلتكم الفكرة ووصلت محتواها إليكم بإذن الله، وألقاكم في حلقة جديدة، إلى اللقاء.